مع قرب انطلاق الحفلات من جديد، اليوم كنوجدوا واحد النموذج اللي كنقترحوا على الدولة بخصوص انطلاق العملية ديال الأفراح والمناسبات. اليوم كنتواجدوا بقاعة رمسيس، وجدنا بعض النماذج في مدينة مكناس وكذلك أكادير وكذلك مدينة تطوان. اليوم النموذج اللي كنوجدوه كجمعية هنايا في مدينة الرباط وسهلة، العملية كلها هي عبارة على كيفية ديال التعقيم وكيفية ديال التباعد، وكاين عندنا اقتراحات وغادي نراسلوا رئاسة الحكومة، غادي نراسلوهم بخصوص بعض الاقتراحات اللي كنظنوا انها غتكون مفيدة. الهدف من هاد العملية اللي كنقوموا بها اليوم هي في مصلحة ديال المواطن وكذلك في مصلحة ديال الناس اللي كيشتغلوا معنا في هذا القطاع. كنتمنوا ان هذا الامر هذا يوصل للناس المسؤولين، وتكون الاجراءات اللي جايه ان شاء الله في الايام القليله تكون في واحد المستوى اللي يرضي جميع المهنيين وجميع الاطراف اللي كتشارك معنا في هذا القطاع. اليوم احنا ان شاء الله ندير واحد التجربه، يعني واحد التجربه نموذجيه، عرس نموذجي كيفيه التعقيم وكيف يعني مراعاة السلامة الصحية. ونتمنى ان شاء الله انه هذه التجربة تنول الاعجاب ديال السلطات، يعني باش تخلي انه الممول يرجع يزاول المهنة ديالو في ظل هذه الجائحة ديال كورونا. ونتمنى ان شاء الله انه السلطات تتعاون معنا وتخلي انه ولو بعدا نخدموا غير 50%، انه الممول تضر بزاف والناس زعما صراحه لقاو يعني مصاعب كبيره بالنسبه للممول. كاين الناس اللي باعوا الماتريال ديالهم، كاين اللي صافي وقفوا ما بقاوش قادرين يخدموا، وكاين عندهم عائلات وعندهم مصاريف كبيره. كنتمنوا انه هذا النموذج ياخذوا الناس السلطات بعين الاعتبار ان شاء الله، ويخلينا ان شاء الله نبداو الخدمه. وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.